اهلا بيك كابتن حازم. سعد مهيب حبيبي، اخبارك ايه؟ اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن رضا عبد العال. يا اهلا بيك حبيبي يا حزوم. هو لازم كان يمشي اوباما عشان يجيب الجنين، ما جابهمش مع الزمالك ليه؟ انا بقول لك كان في ضغوط. بص، اول حاجه الحمد لله التوفيق ده بتاع ربنا يا استاذ زي ما حضرتك عارف، وده رقم واحد. رقم اثنين، تعرف يوسف الفتره اللي ما لعبش بيها كانت فتره وجود مستر بيريرا، والراجل انا افصحت يعني قبل كده في حديث صحفي ان المدرب كان يعني قناعاته انه ما بيلعبش برقم 10، وان يوسف مش هيكون مفيد معاه في الفتره اللي هيكون موجود فيها. وهو طلب منه ان هو يشوف عرضه وافضل له. فطبعا يوسف لما بتعرف اي لاعب يا استاذ مهيب لما بيلعب مش في مكانه ومكانه متعود عليه، اكيد انه مش يعني الخطوات اللي كان بينزله فيها مستر بيريرا. طبعا بيلعبوا احيانا بيلعبوا 8، احيانا بيلعبوا جناح، فطبعا اكيد مش بيحرقوا اللي هو طبعا يا كابتن رضا. فاكيد يوسف مش هيقدر، هو يوسف اللي الناس عارفاه. طب يعني خطوه ان هو يلعب في درجه ثانيه يعني كانت ازاي؟ يعني راجل بيلعب في نادي الزمالك ويروح يلعب في الدرجه الثانيه. اول حاجه الحزم فريق كبير وفريق طبعا انا بتكلم على المستوى المسمى، يعني المسمى الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. هو بيلعب في الدرجه الثانيه، ما ممكن يلعب في اهلي جده، واهلي جده ده نادي كبير جدا جدا جدا، وسيماني بيدربه وبيلعب في الدرجه الثانيه. لكن انا بتكلم على لعيب في نادي الزمالك، واخد بالك؟ ولعيب يعني اوباما مش حاجه ثانيه، ان هو يروح يلعب في الدرجه الثانيه، ما ممكن كان يلعب في ريسك شويه. هو شوف يا استاذ مهيب، احنا ما ببصلاش التجربه من الناحيه دي بالتحديد، انا بصينا ليها ان نادي الحزم اول حاجه من الفرق الكبيره اللي هو اصلا كان عايز يوسف من سنه ونص اثناء فتره رئاسه الاستاذ حسين لبيب لما كان في ممتاز، والحزم اصلا الموسم الماضي كان بيلعب في ممتاز وليه تاريخ كبير في الدوري ممتاز. بالاضافه الدوري يالو اللي هو دوري الدرجه الاولى، لان السعوديه فيه دوري محترفين واللي بعدها اسمه الدرجه الاولى اللي هو دوري يالو. قوي جدا، فيه لعيبه دوليين في منتخباتهم، كل فرقه في على الاقل لاعب دولي او اثنين دوليين في فرق منتخباتهم. عندك نادي قطيه بيلعب برضه في الدوري يالو الدرجه الاولى، وهو حارس المنتخب الجزائري، عنده حارس المنتخب الجزائري اللي هو راشل بولي، حارس الاساسي في منتخب الجزائر. طيب، واكثر من لاعب. طيب، فالدوري ده قوي جدا وفي محترفين على اعلى مستوى. تمام، وطبعا الحزم اصلا من الفرق اللي ما حدش شايف ترتيب الجدول، من الفرق المتصدره اللي هي بتنافس على الصعود. طيب، هو هي تجربه على المدى الطويل، مش بس على الست شهور دول. هو راح بكام؟ لا، مع الامور الماديه. طيب، الاعاره فيها بند بيع؟ مقابل كام؟ دي ما فيهاش حاجه. ما هو شوف هقول لك، انت عارف الامور الماديه دي بيبقى فيه بنود. ايوه حبيبي، بس انا عايز اعرف البند البيع. انا ما هو الرقم يعني اذا سواء الاعاره او اكمال الدين، هو رقم يليق باسم نادي الزمالك واسم يوسف اوباما اذا النادي فعل البند ده. اذا فعل يعني 800,000 دولار مثلا؟ الرقم بالتحديد انا مش اقدرش افصح عنه، عشان دي متفق عليه عدم الافصاح، يعني ده بالفعل بنود في العقد بشريط التعاقد، حاجه يعني مش ماشي. انا معاك منه. انا معاك. طيب، ده يتفعل بعد 6 شهور ان شاء الله، على يعني نهايه الموسم الرياضي في السعوديه. الحزم ليه حق ان هو يفعل. طيب، يعني اوباما في عقده بند نيه البيع دي موجود. مظبوط، دي موجود. كابتن رضا عايز تقول حاجه؟ هو انا بالنسبه لاوباما الفتره الاخيره، وخصوصا ان حصل فجوه بينه وبين الجماهير بعد ما كانت جماهير الزمالك وهو كان بيحبها وهي بتحبه وكان نجمها المفضل، فبعد الغياب ده لازم يطلع بره عشان يستعيد الثقه تاني. بغض النظر بقى عن بيلعب في درجه تانيه درجه، المهم ان هي ترجع له ثقته في نفسه تاني اللي هو افتقدها. كان في عروض في مصر لاوباما كابتن حازم؟ كان في فعلا كان في عروض، وكان نادي الاتحاد السكندري واكثر من نادي فعلا من ضمن الانديه اللي جابوا اكثر، وكان نادي الاتحاد السكندري. تمام. كارتيرون حبيبك فين دلوقتي؟ كارتيرون في الاتفاق السعودي. ماشي كويس يعني؟ والله ماشي الحمد لله كويس، ولسه تعرف الدور الاولاني هيقرب يخلص وعندهم دور تاني كامل. الدوري بتاع الدوري السعودي دوري على المستوى بقى المحترفين او يلو، في صراعات يعني انت عارف، منافسه كبيره، والانديه بحوالي 7-8 انديه كانوا بيتنافسوا على المراكز الاولى وشرحوا برضه وصفه، يعني لسه ما نقدرش نحدد ملامح دلوقتي ايه اللي ممكن ينتهي عليه التجربه دي مع الاتفاق. تمام، ان شاء الله الامور ماشيه بشكل جيد لحتى هذه اللحظه يعني. سلم لي على اوباما وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله، والف مبروك، احرزوا هدفين.